أخذت التظاهرات في إيران نهجاً أكثر تصعيدياً وكأنها وصلت مرحلة لا عودة. اليوم الزخم الأكبر في قلب العاصمة طهران ومحيطها، حيث شهدت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح. وأمام المشهد المتكرر في أنحاء البلاد، المعادلة باتت هكذا: كلما وسع النظام حملة القمع والإجراءات الصارمة في وجه المحتجين، كانت استجابة الشارع أقوى. فهذه انتفاضة ليست كسابقاتها، ليست احتجاجاً على نتائج انتخابات أو على الوضع الاقتصادي والمعيشي، إنها احتجاجات انطلقت بعد مقتل مهسا أميني لا تتنازل عن مطلب رئيسي واحد، هو سقوط النظام. وعلى وقع التصعيد الذي تشهده الاحتجاجات اليوم، أعاد النظام الإيراني الحديث عن مؤامرات مدبرة ومخطط لها مسبقاً لإثارة الاحتجاجات. وهدد وزير الأمن إسماعيل خطيب بأن أعمال الشغب لن تمر دون رد. وكما زاد زخم الاحتجاجات، تعالت أيضاً أصوات الداعمين لها، حيث وجه 40 محامياً إيرانياً بارزاً في مجال حقوق الإنسان الانتقاد علناً لحكام البلاد من رجال الدين، إذ عبروا عن اعتقادهم بأن حملات القمع لم تعد تفلح وأن المحتجين المطالبين بنظام سياسي جديد سينتصرون. المحامون أشاروا في بيان أن الحكومة الإيرانية لا تزال تعتقد أن بإمكانها تكميم الأفواه عبر القمع والاعتقال والقتال.